مشاركة في منذ اليوم بمناسبة ذكرى 47 للمسيرة الخضراء واللي نظمتها المؤسسة ديال جون جوريس. كان الموضوع طبعا هو المدرسة والقضية ديال الصحراء. طرح السؤال مع التلاميذ في هذا الصباح أنهم اللي عندما طرح السؤال للصحراء المغربية يكون الجواب نعم مغربية، لكن عندما يطرح السؤال هي مغربية بماذا، هنا ماشي الجميع دائما كيكون كيتفوق. فإذا كان ضروري الإشارة للعناصر التاريخية والقانونية والاجتماعية وحتى المرتبطة بالغطاء النباتي وغيرها وغيرها اللي كتأكد المغربية ديال الصحراء والروابط التي كانت بينها وبين يعني المركز. فكانت أسئلة في المستوى ديال الشباب والتلاميذ بتركيزهم بحضورهم، وكما يعني تبعتي ندوة حاولنا أنه تمكينهم من واحد العدد الآليات ديال الترافع حول القضية الوطنية، لأنهم كما قلت في المحاضرة كلهم مشروع سفراء، كل في مجاله، كل في تخصصه، طالبا تلميذ يعني فنان إعلامي في مكان ولما لا سفراء فعليين كذا، فحيثما كانوا يكونوا مطالبون أنهم بالدود على القضية الوطنية والدفاع يعني عليها. فكانت فرصة مهمة باش يتسلط الضوء على هذه العلاقة، وأيضا بشكل عابر على الكتاب ديالي نزاع الصحراء قضايا ومواقف، وبعض المواقف اللي عبروا عليها مختلف يعني المتدخلين فيه خاصة من الدول العربية اللي يوقنون بمغربية الصحراء بما فيهم الجزائريون. وكانت فرصة أيضا ل يعني كشف التناقض اللي كاين في يعني في الموقف الجزائري منذ زمان، لا اللؤم الذي قابل به كرم المغاربة في الحرب، في الدعم في السلاح، في موضوع الحدود، في العديد ديال القضايا، ولا في الدور الحربائي ديال الإنسان من تحتها كما يقال يصب الزيت على النار باش يتأجج هذا الملف المفتعل، وفي الواجهة يحاول أن يبدو مدافعا عن حقوق الشعوب وكذا. لكن أعتقد أن الجزائر اليوم تعيش عزلة غير مسبوقة، لأن المنتظم الدولي بصفة عامة، الاتحاد الإفريقي، الكل، المنطقة العربية، الكل استوعب اليوم يعني أنها تغرد خارج السرب، وأن خطابها ينتمي إلى واحد تاريخ قديم وعتيق وعقيم يعني أيضا، وأنه لا يمكن المنتظم الدولي ولا المنطقة أن تجاريهم في هذا التوتر الذي يدكي الإرهاب في المنطقة وتجارة السلاح، ويشكل يعني طعنة في ظهر المنطقة من ناحية التنموية ومن ناحية التجارة العالمية. إذن كانت هذه هي العناصر التي تمت الإشارة إليها. المبادرة التي أخذتها مدارس جون جوريس هي مبادرة وطنية رائدة من أجل تعريف قضية الصحراء المغربية، على اعتبار أن هذه القضية تشكل مدرسة سياسية ودبلوماسية ينبغي أن تدرس للأجيال الحاضرة، لأن قضية الصحراء المغربية هي قضية وجود وليست قضية حدود بالنسبة للمغاربة، قضية تندرج في إطار استكمال الوحدة الترابية للمغرب. وبالتالي دور ديال المدرسة هي دور أساسي جدا في زرع قيم ديال المواطنة الحقة، في زرع قيم ديال الدفاع عن الوحدة الترابية، في زرع قيم ديال التضامن بين شمال المغرب وجنوبه. وبالتالي كانت مداخلتي تنصب بالأساس حول تطور تاريخي لقضية الصحراء المغربية منذ 75 إلى غاية الآن، مرورا بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي تعتبر يعني بمثابة حل سياسي واقعي قابل للتطبيق، قابل للحياة، وقابل للإنجاز، لأنه يعطي اختصاصات واسعة لساكنة الأقاليم الجنوبية سواء على الصعيد المحلي يعني من خلال إعطائهم يعني برلمان محلي، إعطائهم حكومة محلية، إعطائهم كذلك اختصاصات تنفيذية واسعة، حكومة محلية كذلك. ثم تكلمنا كذلك على المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب من خلال الدبلوماسية الهجومية التي حققت الشيء الكثير، خلق دبلوماسية القنصليات، مزيد من كسب مزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، كسب مزيد من الاعتراف بوجاهات ومبادرة الحكم الذاتي. فهذه كلها كذلك المسار التنموي الذي حققته الأقاليم الجنوبية تكلمنا عليه بشكل كبير جدا، يعني حجم الاستثمارات التي يبذلها المغرب في هذه الأقاليم هي كبيرة جدا، حجم كذلك نسبة المشاركة السياسية الواسعة جدا في هذه الأقاليم التي تفوق المناطق المغربية، أفضل دليل على تمثيل استفتاء لمغربية الصحراء.